ستغادر ديلان القصر في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدب، لأن ألم ديلان عظيم. لهذا السبب تريد ديلان أداء واجبها الأخير تجاه والدتها منذ وفاة صبيحة، ولكن على الأرجح أن هذه الأخبار هي أخبار كاذبة. إذن صبيحة لم تمت، لأنه لو ماتت صبيحة لكان بران قد حقق في هذه القضية بالتفصيل. وأيضا لو ماتت صبيحة لكتب في كل أخبار وسائل التواصل الاجتماعي أن صبيحة ماتت. باختصار، خبر وفاة صبيحة مجرد خدعة. لعب حسن وجواهر هذه اللعبة الشريرة للإيقاع بدينان والطفل ميران، وهذه الحقيقة ستكشف عنها الحلقة القادمة أيضا، لأن عددا قليلا من الحراس الذين يعملون في قصر باران اتصلوا سرا بمحامي جواهر في الحلقة السابقة، وهذا يعني أنه بمجرد أن تصل ديران إلى الطريق سيتم حضر ديران بواسطة سيارة على الطريق. سيتم الاستيلاء على ديران والطفل ميران واختطافهما، أو سيتم اختطاف الطفل ميران من يدي ديران. من ناحية أخرى سيعتبر باران ديران مسؤول عن اختطاف الطفل ميران. ستنطلق ديران على الطريق دون إذن باران للعثور على طفلها المختطف. ستتبع الحلقات المليئة بالكوارث رحيل ديران عن القصر، لأن هناك 5 حلقات متبقية حتى نهاية الموسم من المسلسل. لذلك سيكون لمسلسلنا خاتمة موسمه يوم الجمعة 5 يوليو. لهذا السبب لن يكون هناك المزيد من المشاهد اللطيفة في المسلسل. على العكس من ذلك سيهيمن الشر في المسلسل. لن تبتسم ديلان وبران مرة أخرى أبدا، لأن هناك مشاهد شريرة في المسلسل. في الواقع نظيمة هانم كاتبة سيناريو المسلسل ستمطر باران وديلان بالرصاص في نهاية الموسم من المسلسل. لذلك سيتم إطلاق النار على باران أو ديلان، حتى لو لم يتم إطلاق النار على أحد. ستقول ديلان إنها ستترك باران إلى الأبد وتهرب من القصر، لأن جواهر سيهدد ديلان ويقول إذا لم تطلق باران فسوف أقتل الطفل ميران. سيتعين على ديلان أيضا مغادرة باران. بالإضافة إلى ذلك سيتم الكشف عن حقيقة مخفية في الموسم الجديد من المسلسل. فما هي هذه الحقيقة؟ دعوني أجيب على هذا السؤال على الفور. هذه الحقيقة المخفية في السلسلة هي السر في أن المفوض عاكف وبران شقيقان، لأن بران قال لعاكف منذ 10 حلقات أتمنى أن تصل إلى الحقيقة التي تبحث عنها. كلام بران هذا أكبر دليل على أنه أخ لعاكف المفوض، وستظهر هذه الحقيقة قريبا إلى النور. سيفيريت وجوديت سينفصلان بسبب بيرفين، لأن بيرفين ستخبر سيفيري أن جوديت كان معي. وبما أن دور سيفيريت في المسلسل قد انتهى فسوف تطلق جوديت وترك المسلسل مع ابنتها. وبعد فترة سيغادر جوديت المسلسل أيضا، كما أن شيئا سيئا سيحدث في يوم زفاف هارون وياسمين. سيتم نقل مشهد زواج ياسمين وهارون إلى الموسم الثاني من المسلسل، لكن هارون وياسمين سيتزوجان أخيرا. ما رأيكم في عاكف أن يكون أخو بران؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم. أدناه.